ونحييكم مشاهدينا من جديد إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بتطورات المشهد السوداني، نكملها مع جولة من الملفات الدولية ونبدأ بأبرز العناوين. تغيير خلينا نقول بالوعي أو بإدراك الطرفين لخطورة. المبعوث الأممي للسودان يؤكد للعربية أن طرفي الصراع أدركا خطورة الوضع ويشدد على أن الأولوية الآن لوقف النار. تحليق مكثف للطيران الحربي فوق الخرطوم واشتباكات في بحر رغم تمديد الهدنة. الأمم المتحدة تحذر من تمدد أزمة السودان لدول أخرى وتقول إن الوضع الإنساني يتجه لكارثة شاملة. ومن ملفات هذه الساعة الإخبارية كذلك بعد قليل، اجتماع عمان يؤكد أولوية الحل السياسي لأزمة سوريا ودعمها لبسط سيطرتها على أراضيها. ونحييكم مشاهدينا إلى التفاصيل. رغم قبول طرفي الصراع في السودان أي الجيش وقوات الدعم السريع بتمديد الهدنة، شهدت مناطق عدة بالخرطوم وبحر مواجهات، فيما دوت انفجارات في الخرطوم بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي. الجانبان تبادل القصف والاتهامات في مشهد يعيد إلى الأذهان الأيام الأولى للمواجهات بعد هدوء نسبي في الأيام القليلة الماضية. الأمم المتحدة تحدثت عن نزوح أكثر من 70,000 شخص من السودان بسبب المواجهات وحذرت من احتمال فرار نحو 800,000 آخرين. ومع عودة التصعيد أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد قتل الاشتباكات إلى 436 شخصا. أنا لازم أشتغل يعني في الظروف دي بالذات، لازم أشتغل عشان أقدر أكل وأقدر أشرب. السلع زادوا في زيادة وأي حاجة زايدة لازم أنا أشتغل. بيجي بشتغل لي زي ساعتين ثلاثة وقفي لأنه البلد ما آمنة. ما بقدر طبعا، الوضع بقى صعب. أشوف دارين أكل وشرب، الشعب طبعا ما بيعرف بين الفي ولا ما في له. قلت له ما حيصدق كده، لازم واحد يخاطر بنفسه يحاول يستغل القوات ما حبابه والخوف ما منه فايدة. في حديث خاص للعربية قال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيتس، قال إن العمل جار لوضع التفاصيل اللوجستية لمفاوضات السودان مع الأمريكيين والسعوديين، ورجح أن تجري مفاوضات الحل في السعودية، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار. وأكد المبعوث الأممي أن طرفي الصراع أدركا خطورة الوضع ووافقا على محادثات فنية للوصول لوقف إطلاق النار. تغيير خلينا نقول بالوعي أو بإدراك الطرفين لخطورة الوضع، لأنه وأنت بتعرف يعني بالأسبوع الأول الأسبوع الثاني فالجهتين كانوا يعبروا عن تأكيدهم أنهم سينتصرون على الجانب الثاني، فكانوا يطلبون باستسلام الجانب الثاني إلى آخره. أنا بعتقد أنه في إدراك أكثر حالياً أنه الانتصار العسكري غير ممكن إلا لسعر عالي جداً، وهذا دمار مدينة خرطوم ويمكن فقدان كل البلد. وهذه مقابلة حصرية لقناة العربية، والأكيد بأننا سنعود فيما بعد لتفاصيل ما جاء في هذا اللقاء. المبعوث الأممي كما تابعنا في هذا اللقاء كان تحدث عن موافقة الطرفين على البدء بمفاوضات فنية، وتحدث عن إمكانية أن يكون هناك فيما بعد مسار سياسي أو على الأقل خطة معينة للبدء ببناء مسار سياسي. كما نتابع أسفل الشاشة المبعوث الأممي للسودان العربية يقول لا تنافس بين مبادرة إيجاد والمبادرة السعودية الأمريكية، وهناك حديث كذلك عن تقارب يمكن أن يحصل بين الطرفين. قال فولكر بيرتس المبعوث الأممي إلى السودان بأن الطرفين بحسب كلامه دائما تحدث
تحدثا عن وعيهما بخطورة هذه المرحلة، وهناك شيء ربما يتم الاتفاق عليه، ولكن سنعود لكل هذا مشاهدينا إما بالمزيد من التفاصيل أو كذلك حتى بالنقاش. قبل كل هذا كانت هناك اتهامات متبادلة، آخرها اتهم من خلالها الدعم السريع الجيش السوداني بتحويل مستشفى السلاح الطبي بأم درمان إلى منصة للقصف المدفعي، وأشار في بيان له إلى أن القصف المدفعي العشوائي في مستشفى السلاح الطبي أدى لمقتل وإصابة كوادر طبية بحسب تأكيدات الدعم السريع. وأضاف أيضا أن طيران الجيش لا يزال يحلق في سماء الخرطوم ويقصف أحياء سكنية. مشاهدينا قبل المتابعة سنعود لهذه العواجل أو ربما نعود لها بعد قليل لنجملها كذلك، ولكن في آخر التطورات كان الجيش السوداني قد أكد في بيان له أن قوات الدعم السريع حشدت أكثر من 65 ألف عنصر و2000 مركبة للهجوم على الخرطوم قبل 15 من أبريل، لكن الجيش استطاع التصدي لمحاولات انتشارهم، مشيرا إلى أن الجيش تمكن في غضون أسبوعين من القتال أن يخفض قدرات الدعم السريع القتالية إلى النصف، مضيفا أنه تم إحباط عدة تحركات لتعزيزات عسكرية لقوات الدعم السريع قادمة من اتجاه الغرب إلى الخرطوم. في المقابل كانت نشرت قوات الدعم السريع لقطات فيديو تظهر انتشار عناصرها في مبنى القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم، وقالت قوات الدعم السريع إنها تسيطر تماما على القصر الجمهوري وعلى محيطه في الخرطوم بالإضافة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. كما أكد أحد قادة الدعم السريع أن سيطرتهم على القصر الجمهوري تأتي ضمن مساعي الدعم السريع للحفاظ على ثروات الشعب السوداني. قوات الدعم السريع من داخل القصر الجمهوري نود أن نوصل رسالة لشعبنا الكريم ولشرفاء القوات المسلحة. أولا نناشد كل الشرفاء في قوات الشعب المسلح بأن هذا العمل الذي زجت فيه القوات المسلحة هو عمل يخدم أفراد وأشخاص محددين في القوات المسلحة، والغرض الأساسي منه النازل دارين يستولوا على سلطة الشعب السوداني وعن طريق كوميتو. نحن الآن في قوات الدعم السريع بنناشد كل القوات المسلحة وشرفاء القوات المسلحة بأنه نحن ما عدو بالنسبة لهم، وإنما نحن نريد أن نحافظ على سلطة الشعب، ونقول للشعب السوداني تواجد قوات الدعم السريع في داخل القصر وفي كل ولاية الخرطوم القرض الأساسي منه الحفاظ على سلطة الشعب. قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أمين ناصر مكي للعربية، قال إن التجمع يسعى مع القوى السياسية لحث الأطراف المتنازعة للالتزام بالهدنة والوقف الدائم لإطلاق النار. هذا الوضع الإنساني الكارثي الذي يواجهه السودانيون نأمل أن ينتهي قريبا. نحن لسنا محايدون، نحن ضد هذه الحرب جملة وتفصيلة. نسعى في هذه الأثناء مع بقية القوى السياسية لحث كل الأطراف المتقاتلة سواء في القوات المسلحة أو في قوات الدعم السريع بالالتزام بالهدنة ووقف دائم لإطلاق النار. مشاهدينا قبل المتابعة نشير إلى ما كنا أوردناه في بداية هذه الساعة إلى تصريحات مهمة عن المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس. سنبقى مع هذه الصور المباشرة من الخرطوم، هناك يعني دخان يتصاعد وهناك كذلك أصوات للشبكات كنا نستمع لها منذ قليل، ولكن في آخر هذه التطورات تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة للسودان للعربية، تحدث فيها وأكد على أنه مفاوضات الحل في السودان ستجري على الأرجح في السعودية. المبعوث الأممي للسودان كذلك قال لا تنافس بين مبادرة إيجاد والمبادرة السعودية الأمريكية. تحدث عما يحدث الآن من تطورات وقال إن صوت رصاص
أعلى من صوت العاقل في السودان حاليا، وأن هناك إدراك أكبر لدى طرفي الأزمة بضرورة الحل. كما أكد المبعوث الأممي للسودان بأنه في هذا الوقت لا حديث عن مفاوضات سياسية بين طرفي الأزمة، ولكن الحديث جار بحسب قوله عن مفاوضات فنية كما أسماها لضمان وقف إطلاق النار. إذن فولكر بيرتس يقول بأنه ليس هناك حديث عن مفاوضات سياسية حاليا بين طرفي الأزمة، أي بين الجيش السوداني والدعم السريع، ولكن هو يقول بأن هناك مفاوضات أسماها مفاوضات فنية لضمان وقف إطلاق النار. ربما سنتحدث عن أو النية هي عن وقف إطلاق نار دائم، لأننا نحن الآن مع محاولة تمديد هدن، نتحدث عن هدنة 72 ساعة الآن تتخللها بعض الاشتباكات كما نتابع على الشاشة. ولكن بيرتس يتحدث عن إمكانية أن يكون هناك مفاوضات فنية لضمان وقف إطلاق النار. هذه التصريحات أدلى بها المبعوث الأممي للسودان للعربية، وسنتابع هذا اللقاء لاحقا. قال كذلك بأنه هناك سعي لوقف إطلاق نار دائم وثابت مع آلية مراقبة وتحقق، وهنا جزئية مهمة، لأنه الكل سواء في داخل السودان وكذلك في الخارج كان يتحدث على أهمية أن تكون هناك جهة لمراقبة والتحقق كذلك من التزام الأطراف الجيش ودعم السريع التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار ولهذه الاشتباكات المستمرة التي تخللت كل الهدن التي كان هناك حديث عنها والتي تبعناها والتي كذلك رصدنا كل تفاصيلها. المبعوث الأممي للسودان في لقائه مع العربية أكد أن الأولوية حاليا هي لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة، وهذا الملف كذلك حظي بمتابعة بالغة الأهمية. الجانب الإنساني في هذه الأزمة، فتح ممرات إنسانية آمنة هو موضوع يعني هناك اهتمام به، لأنه هناك عملية نزوح في داخل السوداني، ولكن هناك كذلك موضوع اللجوء. المبعوث الأممي للسودان من خلال هذا اللقاء مع العربية قال إن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، والسياسة ستأتي لاحقا بحسب وصفه. وكان تحدث منذ قليل وقال بأنه ليس هناك إطار فعلي أو حقيقي لطرح خطة سياسية، ولكن هناك خطة فنية ستطرح أولا لمحاولة يعني إنهاء موضوع الاشتباكات والاقتتال بصيغة دائمة أو بطريقة دائمة، والموضوع الثاني هو فتح ممرات إنسانية آمنة. قال كذلك المبعوث الأممي للسودان نبحث مع أمريكا والسعودية تفاصيل اللوجستية لهذه المفاوضات. إذن الجهة الأممية تتحدث عن بحثها مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع المملكة العربية السعودية تفاصيل لوجستية للمفاوضات، وأكد بأن طرفي الصراع تصور أنهما قادران على تحقيق النصر، وقال بأنه ستكون هناك عودة لمسألة الترتيبات السياسية بعد تثبيت وقف إطلاق النار. سنعود لكل هذه التصريحات، سنعود لهذه المقابلة مع المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، والتي تحدث فيها عن تطورات مهمة نعود لها بالنقاش وكذلك بالتفاصيل لاحقا. إدارة الأعمال الفنية واللوجستيكية هلا مع الأمريكان والسعوديين فبطأت بالأرجح، سيتم هذا بالأرجح. طبعا يعني الجانبين لازم أن يوافقا على هذا المكان. إذن مشاهدينا سنعود لهذه المقابلة لاحقا، ولكن نذكر ببعض الملفات ذات الصلة مع كل هذه التطورات. آخرها كانت خاصة بنقابة الأطباء السودانية التي أعلنت عن ارتفاع عدد قتل الاشتباكات الدائرة في البلاد إلى 436 شخصا، كما أكدت أن عدد المصابين ارتفع إلى ما يزيد عن 1200 شخص في صفوف المدنيين. نقابة الأطباء السودانيين قالت أيضا أن هناك الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر بسبب صعوبة الوصول للمستشفى، مضيفة أن الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أسفرت عن سقوط 94 قتيلا، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات لا تعمل في المدينة حتى اللحظة. ها
احنا تقريبا حوالي 3000 4000 5000 العدد كبير جوا الميناء وبرا وعلى الكورنيش. الناس بتنوم في الارض، ارامل، اطفال، مسنين، مرضى. احنا قاعدين في الارض ويعني اغلب الناس قاعدين في الاراضي، كلنا جايين اماكن بعيده، اغلبنا اتي من الخرطوم. وفي متابعة لعملية الإجلاء، توافد المئات من الرعاية إلى ميناء بورت سودان ضمن عملية الإجلاء المستمرة هربا من الاقتتال الدائر. نحن الآن هنا في مدينة بورت سودان بشرق السودان، سنأخذ جولة لنتعرف على واقع هذا المركز الرئيس الذي يضم مئات من الأسر التي بدأت في التوافد إلى مدينة بورت سودان. نبدأ بالجهد الشعبي الذي يوازي هذه الأعداد الكثيفة. الآن هيئة المواني البحرية ممثلة في غرفة الطوارئ عاملت على توفير هذا المستشفى المؤقت وهذه الغرفة المؤقتة للطوارئ للتعامل مع عدد من الحالات التي قد ترد إلى هذه المنطقة، حالات لسوريين ولسودانيين حتى تقدم لهم الخدمات في هذا المركز الذي أنشئ قبل يومين في هذه المنطقة التي تضم أيضا كما ذكرنا عددا من السوريين وعددا من اليمنيين، وأيضا أضيفت إليهم نسبة أخرى من المقيمين السودانيين الذين يحاولون أيضا عبر هذا المركز أن يغادروا هذه المنصة هنا في شرق السودان إلى عدد من الدول عبر ميناء بورت سودان. نتابع مع التطورات من أم درمان الصحفي في مكتب العربية في السودان شهدي نادر. شهدي أهلا بك معنا، هل تغيرت الصورة؟ منذ قليل كنت تتحدث عن هدوء حذر، عن توقف للاشتباكات تقريبا في معظم الولاية مع تفرق لبعض الاشتباكات في تخوم أم درمان، لا حركة نزوح تذكر، الوضع باق كما هو أو هناك بعض التطورات إضافية؟ نعم، الطيران الحربي ما يزال يحلق في سماء مدينة الخرطوم، وعمليات التحليق بدأت منذ منتصف نهار اليوم، لم تتوقف حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك. هناك طائرة تحلق في أجواء مدينة أم درمان، قصف استهدف عدد من المواقع جنوب مدينة أم درمان، مدينة الخرطوم بحري، مدينة شرق النيل، وكذلك عدة مواقع بالخرطوم. قوات الدعم السريع في بيان لها قالت بأن الجيش استهدف الوحدة الطبية التابعة لها في ضاحية شنبات وقصفها، ما قاد إلى وقوع عدد من الإصابات وسط الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل الوحدة الطبية. تم أدخنة في المنطقة الشرقية نشاهدها هنا شرقي مدينة أم درمان في مدينة الخرطوم بحري، أصوات المضادات حتى هذه اللحظة تبدو مسموعة من عدة اتجاهات داخل مدينة أم درمان وكذلك من خارجها، أصوات متقطعة نسمعها بالأسلحة الخفيفة من اتجاه الجنوب. شهدي، رغم هذا التحليق من الطيران في سماء أم درمان وقصف الطائرات لبعض المراكز كما تتحدث، ولكن الصورة من ورائك تشير إلى أن الحياة تبدو شبه عادية، صحيح؟ هناك حركة تنقل عادية من السيارات، من الدراجات النارية، من المشاة كذلك. لا نعلم إن كانت المحلات، المغازات التجارية مثلا، عادت إلى العمل بطريقة عادية، البقالات الصغيرة كذلك التي كانت موجودة ومفتوحة للعموم في ظل إغلاق بعض المغازات الكبرى عادت إلى العمل، كيف هي الصورة من هذه الناحية؟ نعم، كثير جدا من المحلات منذ أمس باشرت عملها، بعضها باشر بشكل شبه كلي. محلات البقالات والمحلات الصغيرة هذه استسلمت مبكرا، نفد ما لديها من مواد وسلع تموينية، ولكن هناك تمت محال كبرى ما تزال هي مفتوحة. منذ يوم أمس الحركة هنا بدأت سيادية بشكل إلى حد ما وبشكل نسبي، بدأت تنساب الحركة، هناك شح في الوقود. لو كنت تشاهدين خلفي اصطفاف لسيارات منذ صباح الباكر من أجل الحصول على
الوقود، محطات الوقود لم تعمل جميعها حتى هذه اللحظة، والمحطات التي تعمل ما تزال تعمل بشكل جزئي، لا تفتح أبوابها طوال اليوم. الصورة هنا في مدينة أمدرمان ربما هي أفضل من الخرطوم بحري، وكذلك مدينة الخرطوم بدأت هنا الحياة تعود بشكل تدريجي رغم وجود صعوبات في الخدمات الأساسية وفي الوقود وخلافه. شكرا جزيلا لك شهدي نادر، الصحفي في مكتب العربية، كنت معنا من أمدرمان. ونتابع دائما ولكن هذه المرة من الخرطوم مع زميلنا سالم الهاشم. سالم أهلا بك معنا. سالم، الصورة من الخرطوم كنا منذ قليل مع صور مباشرة في الواقع وكنا نتابع دخان يتصاعد. على فكرة هذه الصورة منذ بداية الاشتباكات لم تختلف كثيرا، يعني تذهب ولكنها تعود، دخان يتصاعد، هذه هي الصورة التي نتحدث عنها، والشبكات متفرقة رغم الهدن، رغم الإعلان عن إمكانية أن يطرح شيء يقلل من الاقتتال، ولكن هذه الصورة تبقى ثابتة تقريبا منذ بداية الاشتباكات. نتحدث عن الاشتباكات باستعمال أسلحة ثقيلة. سالم، كيف هو الوضع؟ نعم، تجددت الاشتباكات منذ منتصف نهار اليوم، كان أبرزها أو في بداياتها كانت في مدينة بحري في المنطقة الصناعية، كانت هنالك اشتباكات عنيفة وكان هنالك قصف بالطائرات في كافوري مربع 6 وهو في وسط مدينة بحري وبالقرب من المنطقة الصناعية، وهي هذه أعمدة الدخان التي ترينها على الشاشة. هذه المنطقة كانت بها أو بها يوجد بها مقر من مقار قوات الدعم السريع. يضاف إلى ذلك بعدها بساعة أو ساعة ونصف تجددت الاشتباكات وبدأت تحلق الطائرات في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، هنا أقصد مدينة الخرطوم في المكان الذي نقف فيه وهو أقصى شرقي الخرطوم. من هنا رأينا قصفا كان في محيط مطار الخرطوم الدولي وفي محيط القيادة العامة للجيش، وهي أيضا أماكن تتمركز بها قوات الدعم السريع، وكان الجيش السوداني قد أكد أن القوات الجوية السودانية تستهدف الأماكن التي تتمركز بها قوات الدعم السريع ومقار كذلك قوات الدعم السريع. هذه الاشتباكات وهذا القصف ومضادات الطائرات التي استمعنا إليها استمرت منذ عصر اليوم وحتى هذه اللحظات. الآن نحن على وشك مغيب الشمس، أو بالفعل هي قد غابت الشمس الآن، وأعمدة الدخان تحيط بمدينة الخرطوم جراء هذا القصف وهذه الاشتباكات، وهي ربما يعني هجمة تقوم بها القوات الجوية السودانية مستهدفة قوات الدعم السريع التي قال الجيش السوداني أنها قوات متمردة. وأين تتركز هذه القوات حتى نفهم ما الذي يستهدف بالأساس سالم؟ هل نتحدث عن مراكز قوات الدعم السريع التقليدية أم أنها تتمركز في نقاط أخرى؟ هناك من يتحدث عن تمركزها في مستشفى مثلا، الدعم السريع نفت ذلك بشدة، ولكن أين تتمركز سالم؟ نعم، كما ذكرت وذكر الجيش السوداني كذلك أنها تتمركز في داخل المستشفيات وتتخذ من هذه المستشفيات مقر للعمليات، هذا ما وصف الجيش السوداني به قوات الدعم السريع. ونفته. نحن الآن وأنا أتحدث إليك نستمع إلى أصوات. صحيح، نذكر بأنها نفته كذلك. صحيح. من جهتها نستمع إلى أصوات مضادات الطائرة. تفضل. صحيح، نحن الآن نستمع إلى أصوات مضادات الطائرات في هذه المنطقة التي هي من خلف الآن. هذه المنطقة هي المدينة الرياضية وفيها واحد من مقار قوات الدعم السريع، بل إنه الكثير من المراقبين يرون والمتابعين لهذا المشهد أن الطلقة الأولى التي انطلقت في هذه الحرب بدأت من هنا من المدينة الرياضية في منطقة الخرطوم أقصى جنوب شارع المطار. ربما أيضا هنا أيضا توجد قوات للدعم السريع في هذه المنطقة ولديها مضادات طائرات، ونستمع إلى أزيز الطائرات ما زال الآن يحلق في سماء الخرطوم. المقر التي تستهدفها هي مقر الدعم السريع وكذلك المناطق التي تتمركز بها قوات الدعم السريع، ونحن نعلم أن قوات الدعم السريع اتخذت من بعض المناطق ارتكازات ومناطق تجلس بها هذه القوات وتتمركز فيها وتتمترس فيها، ربما هذا هو المقصود من هذه الهجمة التي تقودها القوات الجوية السودانية. طيب، نحن أمام تصريحات سالم أدلى بها المبعوث الأممي للسودان، هناك حديث عن إمكانية
إمكانية أن تكون هناك مفاوضات فنية لضمان وقف دائم لإطلاق النار؟ لا نعلم إن كان هذا الكلام وهي تصريحات أتت في مقابلة خاصة للعربية مع المبعوث الأممي للسودان، لا نعلم إن كان هذا الكلام يمكن أن يتجلى بشكل أو بآخر على الأرض، بمعنى أنه هل مثلا تغير تمركز بعض القوات، هل انسحبت من بعض الأماكن، هل هناك ترتيبات مغايرة لما شهدناه في الأيام السابقة يمكن أن يؤكد هذا التوجه الذي قد يقول عنه مراقبون بأنه إيجابي؟ نعم، هو توجه إيجابي بالفعل سياسيا، لكنه على الأرض غير موجود حتى هذه اللحظة. بدليل أننا نحن الآن، وأنا أتحدث عن مواطني ولاية الخرطوم، هم في هلع وتوتر منذ أكثر من 4 ساعات حتى الآن، من تواصل القصف، تواصل مضادات الطائرات، تواصل استماع للمدافع الثقيلة والخفيفة. فهنا يصعب الحديث عن مثل هذه الأمور، ونحن نستمع إلى أصوات الرصاص وهي مرتفعة تماما، مضادات الطائرات كذلك، القصف، كل هذه الأمور، وهناك حديث عن هدنة كذلك، أن هذه الهدنة قد انطلقت وأنها قد بدأت وهي لإيقاف تبادل إطلاق النار، لكن على الأرض كل هذا غير موجود. طيب، سنعود لك في كل الحالات لمتابعة أكثر تفاصيل هذه الصورة التي ذكرنا بأنها صورة مباشرة من الخرطوم مع استمرار الاشتباكات رغم هذه الهدنة ورغم هذه التصريحات. أعود لك في قادم النشرات. سلمى الهاشمي مراسل العربية من الخرطوم، شكرا لك. في آخر التطورات كذلك، كان حذر مدير الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان من أن الأوضاع الإنسانية سيئة جدا وهناك كوارث عديدة، الأمر الذي يدفع بالصليب الأحمر إلى التركيز على القطاع الصحي لإيصال المساعدات الطبية. الأوضاع الإنسانية سيئة جدا وهناك كوارث. الأولوية القصوى بالنسبة للصليب الأحمر هي القطاع الصحي، حيث تعاني المستشفيات من عدم توفر المياه والكهرباء وأنها غير قادرة على العمل. لذلك المستشفيات بحاجة إلى مساعدات طبية كبيرة جدا، وعلينا البدء بتقديم الدعم المطلوب وتوفير المستلزمات الطبية واللقاحات اللازمة. وكان أعلن مسؤول اللاجئين في الأمم المتحدة توقعاته بفرار ما يفوق عن 800,000 شخص من السودان إثر النزاع في البلاد، كما أضاف المسؤول أن 73,000 شخص فروا متجهين إلى دول الجوار. وفي السياق ذاته عبر منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية عن مخاوفه من امتداد أزمة السودان إلى دول الجوار، وأعلن المنسق أن الوضع الإنساني في البلاد يتجه إلى كارثة وأن شحنة من الأدوية عالقة على الحدود ولم تدخل السودان بعد. مشاهدين، يواجه السودانيون خطر المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع الدائرة منذ 3 أسابيع، وعلى الرغم من الأوضاع الأمنية المتردية يضطر كثيرون إلى التوجه إلى أعمالهم ووظائفهم المختلفة لإعالة أسرهم في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة. نتابع. والله انا لازم اشتغل يعني في الظروف دي بالذات، لازم اشتغل عشان اقدر اكل واقدر اشرب، يعني السلع زاده في زياده ويعني اي حاجه زايده لازم انا اشتغل، يعني بجيب اشتغل لي زي 2 3 ساعات واقفل، لانه البلد ما امنه، ما في يعني اي حاجه. هذا ويواجه ثلث سكان السودان البالغ عددهم حوالي 45 مليون نسمة يواجهون أزمة جوع متصاعدة، ما دفع برنامج الأغذية العالمي لوصف الوضع الإنساني في البلاد بالكارثي. معاناة على معاناة تجثم على قلوب السودانيين، إما كساد يؤرق محالهم التجارية أو شبح جوع يلوح في الأفق. السودان يشكو أزمة تتراكم عليها أزمات سابقة متداخلة. الوضع الإنساني كارثي، أو كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، بلغ نقطة الانهيار. الصراع على السلطة في السودان لا يعرض مستقبل هذا البلد للخطر فحسب، إنه يضيء فتيلا يمكن أن ينفجر عبر الحدود ويسبب معاناة هائلة لسنوات ويعيد التنمية إلى الوراء لعقود. صراع فاقم معاناة المدنيين الساعين وراء لقمة العيش،
تقرير أممي سابق أوضح أن ثلث السكان أصلاً كانوا يعيشون على المساعدات الإنسانية قبل اندلاع الصراع. ووفق برنامج الأغذية العالمي يواجه 15 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. ومع اندلاع الصراع باتت ولايات السودان 18 تحت رحمة مساعدات قد تتوقف بسبب إغلاق ممرات الإغاثة، حيث تمثل دارفور التحدي الأكبر من الناحية الإنسانية بحسب المنظمات الأممية، وتليها عدة ولايات هي الأكثر تضرراً من النزاع والتدهور الاقتصادي كالخرطوم وكسلا والنيل الأبيض وجنوب كردفان. لا طعام لملايين الأطفال، تصريح سبق صراع السلطة لمسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي في السودان. ومع أول مواجهات اندلعت، فإن أرقام الذين سينامون جائعين قد تتضاعف. محمد السيف، العربية. نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من الخرطوم مصطفى آدم أحمد، مدير منظمة الزرقاء للتنمية. سيد مصطفى، أهلا بك معنا. قبل البدء بتحليل التطورات في الداخل السوداني، سيد مصطفى إن كنت تسمعني اسمح لي أن أنقل لك بعض المعلومات الخاصة بتصريحات المبعوث الأممي. هو يتحدث عن سعي لإمكانية أن تكون هناك مفاوضات فنية، أولا لطرح خطة معينة في المرحلة القادمة تكون سياسية، ولكن الأهم لتثبيت شكل معين من أشكال الاتفاق على ممرات إنسانية يتم تأمينها وتتم مراقبتها كذلك. ما رأيك في هذه التصريحات؟ هل الوضع ملائم؟ قد يدفع، قد يشجع على طرح كهذا في هذا التوقيت؟ سيد مصطفى، طيب يبدو بأننا فقدنا الاتصال بمصطفى آدم أحمد. سيد مصطفى هل تسمعني؟ يبدو بأن ضيفي لا يسمعني، نعود له بعد قليل ربما لمحاولة قراءة لهذه التصريحات، ولكن سنستمر مع بعض الأخبار ذات الصلة. ومع استمرار المعارك مشاهدين في العاصمة السودانية الخرطوم، تزداد الأوضاع المعيشية سوءا يوما بعد يوم. هذه قصة عائلة اضطرت إلى ترك منزلها بعد انقطاع الماء والكهرباء والعيش على وجبة طعام واحدة في اليوم. نتابع. من نافذة غرفة صغيرة تراقب هبة شوارع مدينة غاب عنها الأمن والسلام منذ أسابيع. خرجت مع عائلتها الصغيرة من منزلهم في الخرطوم بعد انقطاع الماء والكهرباء جراء القتال، لتستأجر العائلة غرفة فوق سطح مبنى في منطقة أخرى من العاصمة لعلها تجد فيها بعض الأمان وأبسط أساسيات الحياة. لكن صوت ضربات المدفعية والطيران والرصاص كان مصاحباً لهم، كيف لا وهذا هو الحال في الخرطوم كلها منذ اندلاع الصراع. أصوات دي أنا كل يوم بسمعها، بقت مدعبة شديد، يعني بخاف على ناس البيت، بخاف على نفسي. بتمتمات ودعوات تصلي والدة هبة من أجل أبنائها ومن أجل وطن غادره الأمن والاستقرار وعمت فيه الفوضى ولا يعرف ما ينتظره. إن شاء الله ربنا يعني يدي العافية والناس تبقى كلها طيبة والوضع يرجع لوضع الطبيعي ونرجع بيوتنا، لأنه طولنا بجد من بيوتنا، الكهرباء قاطعة على حد أسي، الدعامة قاعدين قدام بيتنا ما دارين يزحوا، ما راضين أن نصلح العمود بتاع الكهرباء. طبعا الكهرباء ما في، موية ما في، عشان كده نزحنا مرقنا من بيوتنا جينا بجاي. قلق العائلة الصغيرة وخوفها ليس من وابل القذائف والرصاص فحسب، بل تخشى أيضا من انقطاع الإمدادات الغذائية فلجأت إلى حياة الكفاف. ما في مواد غذائية، كل الدكاكين مكفولة والموجودة بأسعار غالية شديد. بنحاول ناكل أكل قدر حد الكفاف، يعني بناكل وجبة عشان تكفينا باقي المواد الموجودة لليوم البعدي، ولأنه ما معروف يحصل شنو. قصة من بين آلاف القصص لأسر تكافح في الخرطوم وتبحث عن أبسط حقوقها، حق العيش في سلم وسكينة وسلام. وربنا يصلح الحال ويرجع حال السودان أحسن من أول بكثير. ملوك الشيخ، العربية. مشاهدينا، قبل المتابعة نشير إلى
هذا العاجل. الآن رئيس كينيا يقول بأن طرفي الصراع بالسودان رفض الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار. كما نتابع أسفل الشاشة رئيس كينيا يقول إن طرفي الصراع بالسودان أي الدعم السريع والجيش السوداني رفض الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار. نتحدث عن المفروض هدنة في هذه الأوقات. هدنة انطلقت منذ منتصف ليل الأمس مستمرة ل 72 ساعة. اتفق مبدئيا الطرفان على الالتزام بها، ولكن هذه الهدنة مثل سابقاتها تخللتها بعض الاشتباكات. كذلك هذا التصريح لرئيس كينيا يأتي موازاة مع بعض التصريحات الأخرى لفولكر بيرتس المبعوث الأممي إلى السودان، والذي كان تحدث بأن هناك شبه اتفاق بين الطرفين الدعم والجيش على البدء بترتيب خطة لمفاوضات فنية كما اسمها، ليست سياسية، فنية بالأساس. الهدف منها هي أولا أن يكون هناك بعد سياسي لهذه الخطة، يعني أن يتم ترتيب شيء سياسي بعد المفاوضات الفنية، وخاصة أن يتم تأمين ممرات آمنة، وأن تقوم الجهة الأممية بمتابعة بمراقبة هذه الممرات. نعود إلى هذه التصريحات. في لقائه مع العربية كان أكد المبعوث الأممي فولكر بيرتس، أكد أن طرفي النزاع في السودان باتا يدركان كما ذكرنا منذ قليل أن الانتصار العسكري لن يكون إلا بثمن باهظ على السودان. لاحظنا في الأسبوع الأخير تقريبا تغيير باللحشة، ويمكن تغيير خلينا نقول بالوعي أو بإدراك الطرفين لخطورة الوضع. لأنه وين بتعرف يعني بالأسبوع الأول الأسبوع الثاني فالجهتين كانوا يعني كانوا يعبروا عن تأكيدهم أنهم سينتصرون على الجانب الثاني، فكانوا يطلبون باستسلام الجانب الثاني إلى آخره. أنا بعتقد أنه في إدراك أكثر حاليا أنه الانتصار العسكري غير ممكن إلا لسعر عالي جدا. نعود لنناقش كل هذه التطورات إلى ضيفنا من جديد من الخرطوم مصطفى آدم أحمد مدير منظمة الزرقاء للتنمية. سيد مصطفى هل تسمعني؟ نعم سمعك جيدا. أهلا وسهلا بك سيد مصطفى. المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس كان تحدث عن إمكانية نقول طبعا أن يكون هناك اتفاق على مفاوضات فنية تؤمن لمسارات تراقبها الأمم المتحدة. إلى أي مدى ما يحدث الآن من تطورات هو مبدئيا يهيئ لهكذا خطة ولهكذا مفاوضات فنية بحسب قراءتك؟ طيب شكرا جزيلا. اهلا بك. اهلا قناة عربية. نعم حقيقة يعني التصريح هو يحتاج لشرح يعني شرح وافي في شنو يعني انا ما اعرف هو السيد المبعوث يقصد بمفاوضات فنية شنو يعني. هو الان الناس الحاجة الماسة الان هي لوقف اطلاق النار، الحاجة الماسة هي للعمل الانساني لحياة الناس، الحاجة الماسة الان الوضع الصحي المتردي، الحاجة الماسة الان الوضع الامني المتردي. في إشكالات أساسية، في حديث انطلق من الثلاثية، حديث من الديجات، من الرباعية، يعني في كثير من المبادرات الآن، ولكن يعني حتى الآن إذا تحدثنا عن كيفية الوصول لأي نوع من الاتفاق. هو سيد مصطفى يبدو بأن المسار سيكون مبادرة إيجاد بموازاة المبادرة الأمريكية السعودية، لا نعلم، لكن في تصريحات فولكر بيرتس هو يقول بأن المبادرتين يعني تتفقان على نقاط عديدة، فربما هناك اتفاق على شبه نقاط ستعتمد في الأيام القادمة، لا نعلم. يا ريت هو السيد المبعوث يكون اكثر وضوحا. هو مبعوث اممي عنده مانديت مفهوم، وهو معني بفتره الانتقال الديمقراطي، والان اللي هو اصبح في محب الريح. الان احنا من انتقال ديمقراطي اصبحنا في صراع دموي ودمار شامل في الدوله السودانيه، لابد من رؤيه جديده. انا اعتقد انه الان السيد المبعوث مطالب بانه لابد من رؤيه جديده. كل الرؤى القديمه هي النتيجه بتاعتها هي هذه الحرب. نعم. يعني نحن من فترة الانتقال من بعد ثورة ديسمبر، يعني كل المحاولات في فترة الانتقال الأول بعد الانقلاب بتاع أكتوبر، الآن وصلنا لهذه الحرب. لابد من
رؤية جديدة وقوية وشاملة. يعني رؤية شاملة لتحقيق استقرار للدولة السودانية ووحدة الدولة السودانية، انتقال ديمقراطي برؤية جديدة. الرؤية القديمة دي الآن اصطدمت هي بواقع مرير جدا، وأنتجت هذه الحرب الدامية الآن اللي احنا حقيقة بنعيش يعني أيام الحالكة. ونعتقد أن السيد المبعوث لابد له من رؤية جديدة. الرؤية الجديدة وعلى فكرة قدم مجموعة من التصريحات، نحن كنا يعني كان هناك بث لهذه التصريحات إما من خلال العواجل أو كذلك حتى من خلال بعض المقتطفات من هذا اللقاء. هو تحدث بتفصيل، يعني تحدث عن الجانبين، تحدث عن هذه المفاوضات الفنية التي ستؤسس لمفاوضات سياسية، ولكن سنعود لها لاحقا. سيد مصطفى، اسمح لي أن أكتفي معك حتى الآن بهذا القدر على أن تتوضح صورة أكثر، نناقش هذه النقاط في وقت لاحق. وأشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من الخرطوم مصطفى أدم أحمد، مدير منظمة الزرقاء للتنمية، شكرا جزيلا لك. سنناقش هذه النقاط أو نحاول فهمها كذلك مع ضيفنا من القاهرة عادل سيد أحمد، الصحفي السوداني. سيد عادل أهلا بك معنا. كنا نتحدث في نشرة سابقة، تحدثت مع حضرتك عن ضرورة أن يكون هناك التزام لفتح ممرات آمنة، وكأن فولكر بيتس استمع لنا في الواقع، لأنه أتت تصريحاته بعد دقائق في لقاء مع العربية. هو تحدث عن ضرورة أن يتم ذلك سيد عادل، وقال بأن هناك خطة لمفاوضات فنية. هل تعتقد بأن المرحلة هي مرحلة قد تساعد لإمكانية أن تطرح مثل هكذا مبادرات؟ مساء الخير على كل مشاهدي العربية. أهلا بك. حقيقة المطلوب الآن من الهدنة فتح مسارات لتحقيق تقدم في الجوانب المعطلة المتعلقة بالجانب الغذائي والجانب الأمني والجانب الطبي. أنا أعتقد إنه هذه الخطوة لابد منها، لذلك فإن الاتجاه إلى الهدنة لتحقيق هذا الجانب أنا أعتقد إنه سيحقق خطوة مطلوبة في الاتجاه الإيجابي. كذلك ميزة الهدنة وقف إطلاق النار ستساعد كثيرا على ما يمكن أن نسميه يعني نشوء أو ظهور إشارات للثقة بين الطرفين، تمكن الطرفان من الجلوس على مائدة واحدة حتى ولو كانت على مراحل. فإن هذه النقطة سيد عادل مهمة جدا، هذه النقطة اللي حضرتك تطرحها، وهي نقطة الثقة المتبادلة بين الطرفين. وعلى فكرة المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس كان تحدث كذلك على وجوب أن يكون هناك تفاهم مشترك حول شروط إمكانية أن تكون هدنة. هل يمكن أن نستعيد ثقة ولو جزئيا كما تفضلت حضرتك بالإشارة، ثقة متبادلة بين الطرفين على الأقل للدفع بمسار تفاوض فني أو سياسي فيما بعد؟ أعتقد أنه مسألة الثقة مطلوبة بأي خطوات، خاصة أنه إذا تم عمل هدنة بشروط فنية محددة. أنا أعتقد أنه أي حرب في الدنيا مصيرها في النهاية تنتهي مهما كانت الخسائر ومهما كانت الفظائع، وهناك إشارات واضحة من الطرفين إنه لا مانع من مبدأ التفاوض. ولكن للأسف الشديد ما نراه على الأرض أن كل طرف يحاول بقدر الإمكان أن يحقق أكبر قدر من الإنجاز في الميدان أو في واقع العمليات العسكرية حتى يأتي إلى مائدة التفاوض وفي 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 جعبته الكثير جدا من الإنجاز كي يحقق من خلال ذلك أهدافه وأجندته، ليثبت أمر واقع كما يقال. شكرا جزيلا لك. من القاهرة نعم. عادل سيد أحمد، صحفي السوداني. والله هذا يعني شعور لا يوصف، أن الواحد يكون كله يعني هو والأسرة كلهم بأمان. الناس كثيرة هناك عندها مشاكل، ما قادرة، ما عندها فلوس، ما عندها مصاري، ناس كثير معلقة. فنحمد الله سبحانه وتعالى والشكر لأهل المملكة على هذا الاستقبال.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.